السؤال الأول، اقرأ من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حسبك. السؤال الثاني: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نصرف الآيات لقوم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون حسبك السؤال الثالث والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال جددا بيضا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله خلقكم ثم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون حسبك السؤال الأخير يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر فإن لم تجدوا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم أزكى ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله بما والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون مع أسئلة معاني الكلمات فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ما معنى خاسئين ذليلين ولا تهنوا عفوا ولا تهنوا تهنوا تضعفوا كذلك يجعل الله الرجس كذلك يجعل الله الرجس ما المراد بالرجس العذاب إن إبراهيم لأواه رجع أو راجع بالتوبة كثير الرجوع بالتوبة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ما معنى مسنون مسنون أي مستل من جميع الأرض إيش فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس ما المراد بقوله فتنة الناس العذاب والنخل باسقات لها طلع نضيد 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 أي فوق أي متراكب فوق بعض نعم فما للذين كفروا قبلك مهطعين مهطعين قبلك مهطعين مسرعين مهطعين ما معناه نعم مهطعين مسرعين وقبلك جهتك ما معناه وأغطش ليلها وأغطش ليلها أي أظلم ليلها نعم وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما أكلا شديدا كثيرا وفقك الله ساكن.